دلوقتي جه ميعادنا مع ابرز واهم الاخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنستعرضها بالتفصيل في سياق هذا التقرير التالي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة هيعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومدير صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية في إطار الزيارة اللي بتقوم بها مدير صندوق النقد الدولي لمصر. النهاردة هيطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة طرق الأبواب اللي هتعقد خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2024 بجميع محافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وده للتعريف بالمبادرة. لعشاء الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 12 من عمر المسابقة، هيلتقي أتلتيكو مدريد مع لاس بالماس في تمام الساعة 3 عصراً. في 5:15 هيلتقي برشلونة مع إسبانيول، 7:30 مساءً هيلتقي إشبيلية مع ريال سوسيداد، 10 بالليل هيلتقي أتلتيكو بلباو مع ريال بيتس.